إذن قال لك تلاقينا بك يوم السبت وقررنا أن نرجع لك الأموال تاعك بعد ما لقينا حيلة مع كوميسار الكونت كيفاش يعودوا ذاك درام تاع سبونسور يعودوا يرجعوهم لك. ولكن اللي حدث يوم السبت في الاجتماع أنك غادرت الاجتماع وهو يقول بأن الوالد تاعك هو اللي خرجك من الاجتماع وقال أنا نعرف كيفاش نجيب دراهم تاع ولدي. نستمع بنعاونوا ليك معليش. لا هو غادر كان الوالد تاعو شويه مقلق قد ما وحنا قاعدين نحكيو معاه الوالد تاعو شغل الحس باللي طوال ما فهمش واش كاين الامور كان من ذاك يدقدق علينا يقول له واش مازال وحنا كنا نسمعوا فيه يعني بكل روح رياضيه ويعني وبكل اذان صاغيه اعطينا كما نقولوا ودنينا واعطينا له الراحه باش يتكلم بكل اريحيه شرح الوضعيه ومن بعد الوالد تاعو قال له هيا درك انا نروح نجيب لك حقك كيما بلا ما يسمع لنا يعني بين قوسين. لكن انتم هو ايضا ما يقول باش نسمعوا الاخر أيه. يقول بانكم في الاجتماع هذا قمتم بتهديده وقلتوا له لازم تروح تصرح في الصحافه بانك تكلمت في لحظه غضب وبانه ما كانش منها واش كنت تقول باش نقلوا لك المشكل يعني نقدروا نقولوا شومبار شويه هو اللي اسعف وغضب يقال بانه انتم ايضا تعاملتوا معاه بطريقه علاش تروح تهضر مع لابريس ويفضل يجي تهضر معنا حنايا شوف هذه حتى ولو كانت هضرت تاع تروح لابريس منا هضرتها له كيما انت هضرناها بطريقه قال لي رانا اهلك وراك ولد الكيك بوكسينغ والاحرى انك تجي عندنا الدار يعني ملومه تاع اب على بنو ماشي زعما ما يتعداش الامر حاجه خلاف لانه لما نأولوا امور واحدة اخرى ايه هنا لمنا على ولدنا وفي اطارها القانوني في اطارها صحيح ثم اكثر من هكا ما كانش وهادي تروح وتعترف وكذا ما كانش علي ضحكتنا اخويا علي قال لك في اطار روح رياضيه الاب مع الابن تاعو ايه في اطار روح رياضيه قال له لمنا على وليدنا لم احنا رانا هنا وليدنا احنا ما نسحقوش يكون الاب ووليده احنا نسحقوا ديروا خدمتكم ولو لاتليت يحضر ما يجيش يشتكي لابريس ومن بعد غدوه بالجمعه تولي الخدمه كاينه بالجمعه والسبت الو كل جمعه والسبت نديروها للراحه هذا واش نعاونوا حنا بدون روح رياضيه بدون روح رياضيه ما تزيدوش ديروا لنا لي زاتليت هكذايا شوفوا البلدان برك راهم ما عندهمش هاد لي زاتليت مشاكل لي بي اللي ما يلحقوناش في بزاف حوايج ما عندهمش هاد المشاكل احنا رانا كل خطره نجبدوا عينا يا بن عبي فرحونا شويه دي زاتليت هكذا يماساكريوهم غدوه هذا يروح يجري بور ريبريزونتي نوتر بي ولا يقول لك وراحه وكشفت على بالنا هادو يضربوا البندير او انت هذا جابوا له سوادي سبونسور نضحك انا هذا اللي جابوا له سبونسور تسمى هما بريزونتاو لك السيد هذا لا هو جابوا زوج المدرب تاعي المدرب تاعي في الوزير رحت عند الوزير بارك الله فيه اللي سمع لي الصوت تاعي وتدخل كيما نقولوا ما كانش سامع بالقضيه ولا واش قال لك الوزير هو ما لحقتهاش القضيه لحقته غير كيما نقولوا وصلت للايطاب تاع التحقيق بصح انا ما نفهمش حاجه انا ما والله ما ننجبش نصبر على هذا الشيء هذا ثلاثه راح يبارتيسيبي باش كوب دي موند شامبيون دي موند شامبيون دي موند واحد ما على بالو انا مسؤول انا نكون لي زاتليت تاع شكون اللي راح يبارتيسيبي الخدمه تاعي هذه هي شكون راح يبارتيسيبي فلان كيك بوكسينغ بوكس مانيش عارف واش عطيونا المعلومه كاش مشاكل الافونس يمسينو على لي ريسبونسابل انا ما فهمتش انا كيفاش انت الناس المينيستير نا با دوموندي لو كونترا دو سبونسورينغ اي سا سي تري سي تري غراف ما عندهم لا اسمح لي انا نوافق عليه في امر مهم جدا شحال عندنا بلي زاتليت اللي راهم يمثلونا في المستوى العالي كاين 10 20 اللي يوصلوا للبطولات العالم شحال بورتون السيد عبد المجيد تبون عطانا امتيازات من عند الدوله عطانا عطانا اصر على انه الرياضه والشباب لازم يعاونوا لي زاتليت ايليت انا عندي شهاده رياضي نخبه انا صنف باء واحد شهاده طالعه هي اعلى نسبه لا كاين الا واحد يعني كاين الاولمبيه انا تاعي شبه اولمبيه يعني عندي نورمالمون لي زافونتاج عندي كيما الفيزا تاع العام جيب لي فيزا تاع العام باه ما نبقاش انا نقارع اسكو كاينه فيزا ولا ما كانش دقيقه التاليه شامبيون دي موند في لاكريس ما جاب لي شونديفو تاع فيزا هما قالوا هما على حسب واش ورونا البارحه باش واحد كي يعطي كل واحد حقه قال لك بعثنا له 7 سبتمبر ماشي
قالك ماشي مشكلتنا اننا حنا اللي نجيبوا له الفيزا. شكون اللي يجيب له الفيزا؟ هما قال لك الفيزا، قال لك الرونديفو تاع الفيزا سي تشينغل، قال لك حنا لا 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 كاين اللي مستكلفوا باش ما ندخل في واحد الامور، كاين اللي لاتليت هذا كاين اون فيديراسيون كاين مينيستير، لاتليت ما يتدخلش في هذه، لاتليت يدرب ويكونسونطري روحو ويجيبوا له الفيزا، اللي ما يجيبولوش الفيديراسيون والمينيستير شكون اللي يجيب له؟ معلوماتك شكون حتى اللجنه الاولمبيه تقدر تجيب لك تقدر الكوميتي اولمبيك يجيبو استاذ رضوان لي بروسيدير تاع الفيزا شنغل يعني غير تدفع الباسبور تاعك تقرا شهر بحال انت لي بروسيدير ديرهم في 20 يوم دوسي سورتي دفعوا لو 22 يعني 6 ايام ولا 8 ايام قبل الخرجه تقول لي ما كاش فيزا زعما كاين وانت راح تدافع على بطوله العالم تاعك اللقب تاعي الرابع كنت غادي نروح ندافع وصلت لواحد المستوى يعني لحدنا الان ما تدربتش ووصلت للمستوى اللي كنت فيه هذاك يعني كنت معول زيد ندي كاتريام شامبيون دي مون كاتريام فوا ونزيد ندي افضل رياضي وكنت غادي ندير البوست تاع بصح وكانوا لي زاتليت معايا تاني تريني كيما شامبيون دافريك تاني زميلي عبدو صفصافي وشامبيون تاني عندنا لي شامبيون الله يبارك وكاين واحد شامبيون دافريك 2021 سموه راح لي الاسم تاعه تاني زميلي هذا كنا نبريبارو كاع في رحبه وباه نروحوا دروك على رونديفو تاع فيزا ما قديش تجيبه لنا يعني لا فيديراسيون راه في هذه الجهه راه راكده ماشي اللي قل المكتب الفيدرالي يتدخل ويضغط على اللي يحكموا في هذه الامور على السكرتير جينيرال على الدي تي يعني انت اللي تشرف عليه انت اللي يقول له دير 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 ماشي تخليهم هما قايس لهم المسؤوليه تاع كل شيء هو يقول ايضا انه انت مشيت للوزير كنت تريد ان تقابل الوزير وما حبيتش تقرا ميم با البي في اللي داروه بانهم رجلوا لك المشكل نستمع كمكتب تصرفنا هنا خرجنا في البي في تاعنا في المحضر هذاك باللي دراهمو يرجعوا له صافي اول مره نسمعوا الحكايه هذه وكيما ممكن في الطالب كيما نفس الحيثيات سمعنا الحيثيات كذا منا مشينا امورنا على اساس نسوي له الوضعيه تاعو قلت لك هي بين السبت حتى الاحد مشى للسيد الوزير والسيد الوزير كيخدا يعني الاجراءات اللازمه انه كما نقولوا طلب من الاتحاديه باش تسوي الوضعيه يعني فورا لكن هنا كنا تصرفنا ومشينا ويسموا الامر هذا راه مذكور في البي في قبل ما يروح عند السيد الوزير وهاولي انه قلت لك راح غادر قبل ما نهضروا له ما قراش البي في وهزها من راسه ديريكت وراح قلت لك كلمة باباه قال له انا نجيب لك انا عارف كيفاش نجيب لك حقك راح ديريكت للسيد الوزير اذا راح مباشره للسيد الوزير ولم يريد ان يمضي على البي في هذاك اللي قالك درنا البي في باش نريغليو لك المشكل تاعك بصح انت غادرت مع الوالد تاعك ورحت شفت وزير الشباب والرياضه سمير هل من تعليق او معاد رضوان انا نتساءل علاش يقرا البي في لو كنت مكانه ما نقراش البي في هو لما اشتكى قالوا له روح شوف الوزير واليوم دير لو بي في علاش يروح يشوف الوزير؟ لا خلاص